أشاد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج بالدعم الكبير الذي تحظى به بعثة مملكة البحرين للحج من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات جلالته أيده الله الدائمة لتسهيل كافة الخدمات للحملات والحجاج البحرينيين وتهيئة أفضل سبل التيسير والراحة لهم. ونوه رئيس بعثة المملكة بالمتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأوضح القطان أن بعثة مملكة البحرين للحج عقدت اجتماعها التحضيري الأول مع رؤساء وممثلي حملات الحج البحرينية. أكد رئيس البعثة خلال الاجتماع أهمية التعاون والتكامل بين لجان البعثة والحملات في إطلاق الاستعدادات لموسم الحج القادم، وحث رئيس بعثة المملكة جميع الحملات على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة من قبل السعودية ومباشرة كافة الإجراءات المطلوبة للموسم القادم، ومنها فتح باب تسجيل الحجاج وذلك لغاية 20 فبراير المقبل. جدد القطان دعوة الحملات إلى البدء باستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج، على أن تقوم الحملات بتسجيل بياناتهم عبر الحكومة الإلكترونية. هذا الاجتماع الذي يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد من أجل مواكبة التطورات التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية في تطوير مشاعر الحج وفي تطوير الأنظمة التي تعين وتسهل إن شاء الله على الحجاج حج بيت الله الحرام. طبعا نحن هذا في هذا الاجتماع من اجل اطلاع المقاولين على اخر التعليمات التي وردت الينا من المملكه العربيه السعوديه ولحج عام 1445 وحج 1446. بخصوص الاجتماع اللي سنه بيصير مبكر، بالعكس هذا شيء طيب، واحنا ندعو جميع الحجاج في البحرين اللي بيسجل يكونوا يسجلون من وقت عشان تصير الخدمات افضل لنا. إذا كل حاج قدم مبكر فالحملة ممكن تستطيع أن تقدم أفضل وأفضل. ثاني شيء حتى حق البعثة البحرين، بعثة البحرين بيكون شيء أمور لها ميسرة إذا كل الأمور تسجلت، فممكن أن يطلعون بنتائج أفضل من سنوات اللي مضت.